فنان تشكيلي معروف عالميا، مزج بين الواقعي والتعبيري لينقل صورا بألوان حيوية عن موروثه العراقي. الغربة شو تعني للفنان وكيف يقدر يتغلب عليها؟ الغربة طبعا صعبة جدا بالنسبة للفنان، الفنان اصلا هو مثل الصلصال، يعني مصنوع اصلا من طين البيئة. شو حسيت الفرق بالمجتمع العراقي الفني تحديدا بكل بلد؟ هاي الطفولة مرات لحظة صغيرة، ماكو ومضة صغيرة تنقلك إلى سويك فنان، سويك إنسان. مسافر خان الموسم الثالث تشاهدونه غداً الساعة 6:30 مساء على يو تي في.